السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا القناة ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي كندير، وان شاء الله اليوم غادي نسلطن احمد وايا صوفيا ندوروكم شويه تشوفوا تما كيداير. وخليكم مع الفيديو هذا كملوا حتى الاخر. كيف تشوفوا هذه هي الطلعه ديال سلطان احمد، هذه هي الطريق من هنا كيف تشوفوها هي. وهذا سلطان احمد راه عامر اوتيلات ومطاعم، ما تجيو لي السياح بزاف. انا كنت تشوفوا المطاعم هنا، هذا اوتيلات. وهذا سلطان احمد راه كاع البني قديم عندهم كامل، الحي كامل كيف تشوفوا انتم، مبني قديم اوتيلات مطاعم قدام عندهم. شوف دابا حنا راه فين سلطان احمد، سلطان احمد هو هذا كيف تشوفوا، والايا صوفيا راه هي هادي. ايا صوفيا راه تدخل لها بفلوس، وسلطان احمد راه تدخل لها فابور. واش ايا صوفيا راه نص مسجد ونص كنيسة. دابا حنا غادي لسلطان احمد، ان شاء الله غنمشيو ندخلو ونوريكم كي داير من الداخل. هانتوما كيما تشوفوا كيما تيبان لكم من هاد الزاوية هادي، هذا هو سلطان احمد. والناس يجيو يتصور عاطي عاد المنظر زوين، تيبين عاد التصاور تبينهم زوين كيما تشوفو الناس يتصورونا. تشوفو دابا الناس راه خارجين من سلطان احمد، تيدخلو لهداك الباب راه ولا كيما تيبان لكم. كيما تشوفو هذا هو الباب ديال سلطان احمد، هادي الدخلة من هنا ملي تيبداو الدخلة. كيما تشوف راه سلطان احمد راه غود. انا سولت على هاد القضية، قبل ما يبغيو يدخلو للمسجد خاصهم يديرو الزيف، المراوات والبنات خاصهم ضروري يديرو الزيف، يديرو طاقية ولا الزيف ولا اللي كان. وهاد المسجد راه تجولي من جميع انحاء العالم، تجولي التوريست بزاف هنا. الواحد قبل ما يبغي يدخل خاص ضروري يدير الزيف. كيما تشوفو هنا جينا رقيين الاشغال تيصايبو فيه. دابا غنمشيو ندخل لسلطان احمد نوريكم من الداخل كي داير. يلا خليكم مع الفيديو. كيما تشوفو هادي هي الدخلة ديال سلطان احمد، هذا هو الباب اللي دخلنا. شوفوا الناس راه تيصليو، هما قال لهم هنا ما يدخلش بنادم، اللي بغى يصلي هو اللي يدخل. الناس تيتصوروا، اللي بغى يتصور هنا تيتصور. كيما تشوفوا من الداخل كي داير انتم، كيما تيبان لكم دابا المنظر كي داير. شوفوا هاد السواق ديالو، هاد الشكل ديالو الصراحة شكل زوين انتم. هاد الشيء هذا كيما تيبان لكم، انا الناس دايرين الزيوفا. غنسالو ان شاء الله من سلطان احمد وغنديرو هاد الجولة في الباطو، ونخليكم تشوفوا المنظر ديال في الباطو الداخل الشكل ديالو. ندوزو على ديك الكنطرا وهادوك الدور القدام ديالو. كيما تشوفو هذا هو الجروب اللي غاديين معاه، الناس صافيين للقدام. دابا حنا يلاه وصلنا دابا للباطو، شوفوا كيما تشوفو دابا نتسناو ندخلو ونلقينا الزحام. دابا حنا غادي ان شاء الله نروحو للباطو ونخليكم مع الفيديو كملو حتى الاخر. شوف دابا حنا دخلنا للباطو. نديرو لكم واحد الجولة في الباطو هنا تشوفو كي داير السكن ديالو. هي تدي الامين ونو كتشوفو هي. شوفو الناس راهم الدراهم قاودين تما رسطورة دابا البرج ديال كالاطا راهو هنا. دابا غندوزو من تحت الكنترا ديال الامين ونو. كيف تبان لكم ان الناس راه تيصيدو من تكون جاي الباطو تيحيدو. كيف تبان لكم الشكل ديال الكنترا من الداخل هانتوما. Thank you.
هذه هي العماره اللي معروفه هنا في طاكسيم تاع الملعب ديال بيشكتاش، مع لعبه اليوم بيشكتاش مع طرابزون سبور. هاد البلاصه كامله راه كيقولوا لها طاكسيم كامله كما تشوفوا هي. هذه هي القنطره اللي مشهوره هنا في طوكيو اللي تيجيبوا في الافلام ديالهم، القنطره اللي سميتها جسر البوصله، معروفة عند جو السياح بزاف. هاد القلعة الدمرة معروفة هنا في اسطنبول سميتها قلعة رومالي. اللي خصها شي معلومة يسيفط لنا في كومونتير غنجاوبكم. وهاد الباطورة تيركبو لي بشي 20 أورو، هي قلتي 60 ليرة باش تيركبو لي. وهاد الباطور فين تيكون؟ راه تيكون في سلطان أحمد، فين تيكون بلاصتي. هاد البرج عندهم هنا راه مشهور في تركيا سميتو برج الفتاة، تيدخلو لي بشي 20 ليرة. هو الباطو فاش مشينا راه هو راه حنا بغينا نسالو الفيديو قبل ما تلاقينا مع الجمهور ديال طرابزون سبور وصورنا لكم واحد اللقطات وحنا نوريكم. السلام عليكم، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتنشكركم على الدعم اللي تدعمونا. يلا السلام عليكم.